عرض اهلي جده السعودي خلاص ريو بوتوريا بعد تقارير الصحفيه في السعوديه وبالاخص صحيفه عقاد قالت خلاص ان ريو بوتوريا انا اتفاقوا مع اهلي جده السعودي. ايه اللي حصل؟ عايزين نعرف منك بالظبط هل فعلا كان في تواصل من اهلي جده السعودي معك؟ هو بص احنا فوجئنا بالموضوع يعني بالخبر، بعد الخبر حصل سيل من الاتصالات والاستفسارات عن الموضوع. روي فيتوريا اسم كبير في المنطقة العربية وفي أوروبا، فالطبيعي ان هو بيبقى عنده عروض كتير وبيجي عروض كتير، وجات الفترات كتير اللي فاتت جات عروض، ولكن بخصوص أهلي جدة هو ما حصلش تواصل معاه بشكل مباشر، كله إلا هو كلام الوسطاء. حاولت تتواصل مع شريكنا البرتغالي هناك وحاولوا يتواصلوا، بس حصل تواصل من وسطاء مش بشكل مباشر من نادي تمام أهلي جدة، أو إن هو حد ممثل عن أهلي جدة. اسم كبير زي روي فيتوريا آخر مدرب حصل للنصر مع بطولة الدوري، مدرب القرن في فيتوريا جيمرايش، مدرب بنفيكا سبارتاك، فطبيعي اسم كبير في المنطقة مع اللي حاصل في السعودية من استقطاب لنجوم ومدربين وأوريدي اشتغل هناك، فطبيعي بتيجي عروض، وكان بتيجي عروض. وخصوص أهلي جدة ده ما حصلش بشكل مباشر من حد من النادي أو ممثل، كله كلام عرض، يعني هل هو يبقى في انترستد ان العرض او لا، لكن ما فيش حاجه بشكل رسمي وكلها كلام وسطاء زي ما انا قلت لك. طب انت بتقول ان كان في عروض بتجيله دايما، طب ايه العروض اللي جات له وهو ماسك منتخب مصر؟ منتخب مصر كان برضو عروض من السعوديه، انديه كبيره، الهلال في فترات سابقه، البرازيل فيها مدربين كتير برتغاليين، فكان في استفسار من الوكيل البرتغالي شريكنا في البرتغال، وكيل مستر فيتوريا، في أندية كبيرة في البرازيل، بعد ما خيسوس مشى من فنر باتش حصل برضو استفسار من بعض الوكلاء عن إمكانية أنه هو يكون متواجد لنا ولا لا في الدوري التركي، فطبيعي أنه بيجي عروض كتير يعني.